يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن قول الله على ما يشاء قدير أنه لا يجوز على إطلاق، لا يجوز على إطلاق، لكن إذا جئت بالآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فلا بأس، أما أنك على إطلاق تقول على ما يشاء قدير، لا، الله على كل شيء قدير. وإنما هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة الذين لا يرون عموم القدرة. نعم.